فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. مرحبا بكم. اليوم باش يكون موضوعنا الجرعة الثالثة ضد كورونا، هل ستصبح إجبارية؟ الجرعة الثالثة للتلقيح ضد كورونا، هل ستصبح إجبارية؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه اليوم في فوكس. الجرعة الثالثة أو الجرعة المعزة أيا كانت التسمية، فإنه الاتجاه اليوم يسير إلى إقرارها بشكل إجباري في العالم وتونس. يعني جرعة واحدة ما عادش كافي، جرعتين كيف كيف ما عادش كافيين، التوا جرعة ثالثة. ثلاث جرعات هي العدد متاع الجرعات اللي تعني أنه استكملنا عملية التلقيح وحققنا مناعة، هذا حسب المؤشرات العامة في تونس والعالم. هذا إيش تقول اللي صاير توا؟ هاوش نفسره عليش. في نشرة متابعتها للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للأشخاص اللي تلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح تجاوز 831 ألف شخص، يعني تقريباً بدأ يقرب من المليون، في حين يقترب عدد الأشخاص اللي أتموا عملية التلقيح 6 ملايين. بدأ باش يكون 6 ملايين شخص في تونس أتموا عملية التطعيم. هذا يعني أنه إذا قربنا من تلقيح 80% من السكان، يعني 8 ملايين شخص، باش تتجه وزارة الصحة منطقيا إلى التركيز على إعطاء الجرعة الثالثة. اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا كانت رفعت خلال الأيام الماضية توصية إلى وزارة الصحة لتقليص المدة الزمنية الفاصلة ما بين الجرعة الثانية والثالثة من 5 أشهر كما هو معمول به حاليا إلى 3 أو 4 أشهر كما يقع اعتماده في بعض الدول الأوروبية. يعني قلصت من المدة الزمنية الفاصلة ما بين جرعتين. الهدف من التقليص هذا هو إعادة تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس اللي تبدأ في التراجع تدريجيا بعد تلقي كل جرعة من التلقيح مع مرور الزمن، وأيضا لتشجيع الناس على أخذ الجرعة الثالثة. حسب الخبراء فإنه 3 جرعات من التلقيح يحصنان الجسم من الإصابة بالمتحور أوميكرون إلى نسبة تفوق 70%، وتراجعت الحماية هذه مع الجرعة الثانية إلى 30%. تخفضت حماية الجرعة اللي توفرها العديد من دول العالم تتجه لإقرار الجرعة الثالثة شرط لممارسة البرشة أنشطة، منها السفر، منها التواجد في الفضاءات العامة. والمعروف أن التحسين بلقاح كورونا يعني الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد كورونا، لكن الجرعة الثالثة ولت شرط جديد غير مباشر للسفر والسماح بدخول الأماكن المغلقة. من جانبها الوكالة الأوروبية للأدوية قالت أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية في ظل المتحورات الجديدة. هذه بكل مؤشرات اتأكد أنه فما اتجاه إلى إقرار إجبارية الجرعة الثالثة. عدة دول اعتبرت أنه الأشخاص غير محصنين ما لم يحصلوا على جرعة تنشيطية، هو ما يعني التأثير غير مباشر على سياسة السفر والعودة، حيث أنه الأشخاص لن يتم إعفائهم من الإجراءات الاحترازية للدول كالحجر الصحي ما لم يكونوا محصنين بالكامل، يعني عندهم أو قاموا بإجراء 3 جرعات. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من فوكس. نتلقاو إن شاء الله غدوة في موضوع جديد. كنت معكم سمية حمدي في الإعداد والتقديم، محمد ذي فجرية في الإخراج. باي باي. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.